يا هلا. ما شاء الله تبارك الله. تعال يا شيخ. هك هك. بالبركه بالبركه ان شاء الله.
الهادي لنور سطع طربنا والطرب يشجي ويا الهاجر فقا وصلوا على الهادي لنور سطع حبيبي I'm not afraid.
النشيد ورنددوا بالنشيد في عرسنا ذا السعيد. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى في تحريمه والنهي عنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى في الأمر بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء، قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: تنافحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: سولوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأبصر للقلب، من لم يستطع فعليه بالصبر فإنه لأولياء. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، آمنا بالشريعة صدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. نعوذ بالله من المنكرات، نعوذ بالله من ترك الصلوات، نعوذ بالله من جميع ما يكره الله. قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. يا أحمد، يا محمد، يا سالم، يا رحمن، أزوجك على ما أمر الله به، على ما أمر الله به، من إمساك بمعروف، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان، زوجتك بنتي جنى بالمهر المتفق عليه، المتفق عليه، المدفوع سابقا، المدفوع سابقا. قبلت منك تزويجها بالمهر المتفق عليه المدفوع سابقا. قل يا أحمد، بن محمد، بن سالم، بن حمان، أنكحتك ابنتي جناء بالمهر المذكور. قل قبلت منك بالمهر المذكور. قل يا أحمد، بن محمد، بن سالم، بن حمان، هذا زوجتك وأنكحتك ابنتي جناء بالمهر المتفق عليه المدفوع سابقا. وقبلت منك تزويجها ونكاحها بالمهر المتفق عليه المدفوع سابقا. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وأخرج منكما الذرية الصالحة الفاتحة بالبركة. الله يجعل أزواج مبارك التوفيق بينهما ديم الألفة بينهما ويخرج منهما الكثير الطيب الفاتحة. لا لا لا، وقت رجع.
لا ما حد ما بنعرف ورد واجب مقطوع يا اخي بس 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 قول كذا كيف عكس عكس كذا اه ولا حاجه بعد بعد لا لا تجي لا تجي تاخر تاخر الكاميرا صور يا اخي يسحبوا هني ولا زين كيف بس المفروض Oh,
زواملكم قيام اليوم يوم الونس ونهار اللقاء جينا وقدنا في زواملكم قيام ما دام قد جينا وقدنا ها هنا بتبعك بتبعك يا خالي على حسب النوع اليوم يوم الونس ونهار اللقاء جينا وقدنا في زواملكم قيام اليوم يوم الونس ونهار اللقاء جينا وقدنا في زواملكم اليوم يوم الونس ونهار اللقاء جينا وقدنا في واليوم يوم الهز ونهار جينا وقد نفز وملكم قيام واليوم قد جينا وقد نهار قد باكا ونحل حسب النظام واليوم يوم الهز ونهار جينا وقد نفز وملكم قيام واليوم قد جينا وقد نهار قد باكا ونحل حسب النظام واليوم يوم الهز ونهار بطرحك لا روصل على لا تبعدني بطرحك لا روصل على احد شامخ لي مزيد على الدقام احد شامخ لي مزيد على الدقام وانت كما من صار بعدك للمنى للمنى لا صرت بعدك للمنى للمنى مرحبا 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 بطرحك لا راسل لا حيد شامخ لي مزيد على الدقام وانت ما لا سرت بعدك للم منى يا ريتنا انا وياك طول العمر زين لا تعال لا بطرحك لا راسل على حيد شامخ لي مزيد بطرحك لا سرت بعدك للم وياك ما لست بعدك لنا يا ريتنا وياك عاد العرس وبطرح رزق الله هيك مخلم جاي العدل وانتك ما لست بعدك لنا يا ريتنا وياك عاد العرس قال كامل بالوفاء سلام على الجاويد كامل بالوفاء سلام وتحيات عام شرق وشام وشام سلام على الجاويد كامل بالوفاء سلام وتحيات عام شرق وشام وشام من رحمة الرحمن مقطعة الرجال نعم تسعف الجاويد والناس ما شاء الله كلام
سلام على اليويد كامل بالوفاء سلام وحياك عام مشرف الرجال ان شاء الله وسلام على اليويد كامل بالوفاء وسلام على عام مشرف وسلام على اليويد كامل بالوفاء وسلام على عام مشرف وسلام على اليويد كامل بالوفاء وسلام على اليويد كامل بالوفاء الله يا رحمن الله يا رحمن القادر فسد الجود ومسد وسلم على الجود جامد وسلم على الجود عم اشرق وشام الله يا رحمن القادر فسد الجود ومسد وسلم على الجود جامد وسلم على الجود عم اشرق وشام الله يا رحمن المستوى قال في شان بعد احمان عالي المستوى بضرب تحيه للرجاجيل في شان بعد احمان عالي المستوى بضرب تحيه للرجاجيل وعريسنا الليله وما قايد لواء عساكر يا مسلم يا سلام يا سلام في شان بعد احمان عالي المستوى بضرب تحيه للرجاجيل في شان بعد احمان عالي المستوى بضرب تحيه للرجاجيل قال يا هاجسي لما امتى لما امتى لما امتى يا هاجسي لما امتى الناس في ضيقه وغثوه وازدحام لما امتى يا هاجسي لما امتى والناس في ضيقه وغثوه وازدحام الحقت ذي اخذت من العين القذا الله وصينا العمر عام من بعد عام امتى يا هاجسي لما امتى والناس في ضيقه وغثوه وازدحام لما امتى يا هاجسي لما امتى والناس في ضيقه وغثوه لما امتى يا هاجسي لما امتى والناس في ضيقه وغثوه لما امتى يا هاجسي لما امتى والناس في ضيقه وغثوه كم حصن ابتناء داخلنا حولها كم حصن ابتناء وعمارها زايد على 200 عام عام ورجالها اللي هم يردون الكفاء الكفاء وحيد هالمشهور اللي اسمه خزام نعم ايوه وعمارها زايد على 200 صحيح طول حالا يومكم حصن وعمارها زايد على 200 دخل حالكم كم حصرمت وعمرها زايد على 200 عام دخل حالكم كم حصرمت وعمرها زايد على 200 عام دخل حالكم كم حصرمت وعمرها زايد على 200 عام دخل حالكم كم حصرمت وعمرها زايد على 200 عام واصحاب حالهم يردون الكفر وحدها
دخل حولكم كون حصن ابتنا وعمرها زايد على 200 عام يا ابو عمر في الوقت قد زاد الظناء يا ابو عمر الوقت قد زاد الظناء والعاد في همه معانا في العطف حرام حد يشتكي قلبه وحد عنده كله 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 قلبه وحد يشكيك لا لا غش في الهلبة ولا ولا حب ولا ولا حب ولا حب الطعام يا أبو عمر تشكي لنا وإحنا ضع والعاد في همة معانا في العمر يا أبو عمر تشكي لنا وإحنا والعاد في همة حد يشكي قلبه وحد عنده كله والغش ماشي غش في الدراهم حد يشكي قلبه يفيد البكاء يا ريت ما ينفع ولا يفيد مغار عبرها بفرحة وانشياب يا ريت ما ينفع ولا يفيد البكاء مغار عبرها بفرحة وانشياب بتقع فريجيت خير من رب سمن عندي عيونه فوق خلقه ما تنام يا ريت ما ينفع ولا يفيد البكاء مغار عبرها بفرحة وانشياب يا ريت ما ينفع ولا يفيد مغار عبرها بفرحة يا ريت ما ينفع ولا يفيد البكاء مغار عبرها فرحة وزيان يا ريت ما ينفع ولا يفيد البكاء مغار عبرها فرحة وزيان مغرب رجل هارغ الرب اسمه بهيح يا لغة خلق الله يا ريت ما ينفع ولا يفيد البكاء مغار عبرها فرحة وزيان جبر ما رحمان قد جينا سواء في جبر يا رحمان قد جينا سواء وقد العفيفي معدن الناس الكرام في جبر ما رحمان قد جينا وقد العفيفي معدن الناس الكرام في جبركم قد جيت يا وجه الرضا والجوهرة بنجيبها من راس في جبر ما رحمان قد جينا سواء وقد العفيفي معدن الناس الكرام في جبر ما رحمان قد جينا سواء وقد العفيفي معدن الناس حنقال في وقت الجنان وبالعذيبي حن في وقت الجنان والقابغية هذي تغرب ذي تهيم بك يا منو بالعذيبي حن في وقت الجنان والقابغية هذي تهيم بك يا انتي حن راسك على سوق النداء وانا حن راسي على ريح البشر نوب العذيب حن في وقت الجنان والقابغية هذي تهيم بك يا بالعذيبي حن في وقت الجنان والقابغية الكلمة هزينة تداويني دواء نعم دواء حتى ونا ما رود حسب الانسجة سيام سيام والقار
يا مصعبه من بعد الحلال لكن ماشي عذر لكن شو ماشي الحال يبقى عدو داويني دواء حتى هنا مارود حسب الانس والقار يا مصعبه مرحبا بالقول وكلاب النقاع يا مرحبا بالقول وكلاب النقاع وسلام هذا الهين باصدره يا مرحبا بالقول وكلاب النقاع وسلام هذا الهين باصدره للي وصل يا نافرحنا وعتنا ما عذر ما نلقيه في الشده حزام نعم يا شيخ نعم لو مرحبا بالقول وكلاب النقاع وسلام وسلام هذا الهين باصدره يا مرحبا بالقول وكلاب طاب الملتقى حنت حيات راحيبك وطاب الملتقى وطاب الملتقى وعسى اللقاء ينعاد لا يوم الاخت حنت زواملنا وطاب الملتقى وعسى اللقاء ينعاد لا يوم الاخت كل حي في الدنيا الى دار الفناء الفناء الله يعين اهل الدفاتر والقلب والقلام والقلام تبا احمد علوي ولا جينا حاط لقطه حياة راحي من فوق المد وعسل ينعاد يا يمد حياة راحي من فوق المد وعسل ينعاد لا يمد كل حي في الدنيا إلى دار الله يعين أهل الدفاتر الجاويد قال يلقونه كساء الجود للجاويد يلقونه كساء يكسي جماع القسم لحمه والعظام الجود للجاويد يلقونه كساء يكسي جماع القسم لحمه والعظام ومن استغنى من صحابه واكتفى عاده هي له يوم ويعظ الجود للجاويد يلقونه كساء يكسي جماع القسم لحمه والعظام ربنا سالك تجلي كل هم يا ربنا سالك الجوهرة في البحر أو عراس حامل يا رب الخال يدعى خال وام العم ليله في القارك مع عشرين يا رب سالك يا ربنا سالك تجلي كل هم الجوهرة في البحر أو عراس حامل يا ربنا سالك تجلي كل هم الجوهرة في البحر أو عراس يا ربنا سالك تجلي كل هم الجوهرة في البحر أو عراس حامل يا رب سالك تجلي كل هم الجوهرة في البحر أو عراس حامل والخال يدعى خال وام العم كما 20 عام الليله في القاره نعم
يلبوه سلام مني ما سماء يلبوه وعداد ما ظهرت خراف قنفار نعم. سلام مني ما سماء يلبوه وعداد ما ظهرت خراف قنفار وعداد ما تلمع فيه الشبوب لما يجي سيله فيه وديان نعم. لما يجي سيله فيه وديان يا هاجسي مد الحجر والطوب نعم. وهد في ساحة الميدان في ساحة الميدان نعم. صاحبي لاجاني بين المكتوب ما بعذر لو كان مهما كان نعم. ما بعذر لو كان مهما كان ما بعذر في ساعة المجوب لو باطح لحمي مع العظمان لو باطح لحمي مع العظمان لدعيت باقي لك هنا مقطوب لاني أسير القيد ولا مرصان لاني أسير القيد والمرصان ما بعذر في ذي علي محسوب ما بعذر في ذي علي محسوب لما تجيني ساعة الرحمن لما تجيني ساعة الرحمن لأن المعتق ما له التعتوب يمشي سعيف اللول ولا مريان يمشي سعيف اللول والمرجان لا ينختم في جبوح النوب النوب صيتك تفوق يا عزل يا رحمن هذا كلامي بيشوفه دوب كل من سال عالبا يا رحمن كل من سال عالبا يا رحمن صدقت صدقت كل من سال عالبا يا رحمن والعفو منك يا عزل مصبوب إن كان شيء تأخير أو نقصان إن كان شيء تأخير أو نقصان أو نقصان الجبر قسمنا لكل مطلوب ما بغيت حد يمسي علي سلام مني ما سمع يلبو وعداد ما ظهرت خراء الكنفار وسلام من أيمس وسلام من أيمس ما جلبا وعداد ما ظهرت خراء الكنفار وسلام من أيمس ما جلبا وعداد ما ظهرت خراء الكنفار وسلام من أيمس ما جلبا حني ورني يا جبوح النوب النوب والقيف غيه من عسل دعاء دعاء حني ورني يا جبوح النوب والقيف غيه من عسل دعاء كل عاد تعيب كل شيء مقلوب قتله ويرحى داخل مني نداء حني ورني يا جبوح النوب ها غيه من عسل دعاء حني ورني يا جبوح النوب والقيف غيه من عسل دعاء حني ورني الياويد له اسلوب الهرج الياويد له اسلوب والشعر له معنى وله ميزان ميزان الهرج الياويد له اسلوب والشعر له معنى له ميزان والسيف ما يقطع وهو مقلوب مقلوب نعم يا بن مساعد قول بن عجل تعال انا اتلولي الهرج له معنى وله اسلوب ايوه الشعر الشعر الهرج الجاويد له اسلوب والشعر له معنى وله ميزان الهرج الجاويد له اسلوب والشعر له معنى وله ميزان الهرج الجاويد له اسلوب والشعر له معنى وله ميزان الهرج الجاويد له اسلوب والشعر وسيف ما يقطع وهو مقلوب جبل ما ساعد كل بن عجران وسيف ما يقطع وهو مقلوب جبل ما ساعد كل بن عجران وادي سنان يصعد ما حليت في وادي سنان إلا ونا مغصوب وحوالي تضام والكي اسم الحالب الى كيان يا اللي طرحت الكي من فوق العلام هك هذا
القافي المرغوب بمشي معك على القافي المرغوب ما دام قدني داخل الميت ميدان والبول بجيبه لكم مطلح ما قد المغرب على لذة مشي معك على القافي المرغوب مطلوب لما ما دام قدني داخل الميت جاي معك على القافي المرغوب والقول بجيبه لكم مرغوب لما قد المغرب على الأذان طب جاي معك هالقفا يا المرغوب ولا ما قد دخل الميدان والقول بجيبه لكم مرغوب لما قد المغرب على الأذان طلبك برسل الله بالنوبك نقع وعمد على شنطوب نوبك نقع وعمد على شنطوب ما صار جنوب يبس العيدان نوبك نقع وعمد على شنطوب ما صار جنوب يبس العيدان هاد بيلي عسل مسبوك بالدرف المعلمة والكتب نوبك نقع وعمد على شنطوب ما صار جنوب يبس العيدان نوبك نقع وعمد على شنطوب ما صار جنوب يبس العيدان والعود ما يلقي عوز المصبوب والنار ما في معلمها والفجان نوبك نقع وعمل على شنطوب مصبوك هذا قلب الثلاغ والغي 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 هذا السيل جانا رافع المنسوب السيل جانا رافع المنسوب وإحنا نخايل في السماء قنفان والهجس ما جاني على ترتوب لكنني بدخل في الميدان ميدان كلام السيل جانا السيل جانا رافع المنسوب واحنا نخايل في السماء قنفان هو سيل جانا رافع المنسوب واحنا نخايل في السماء قنفان هو سيل جانا رافع المنسوب واحنا نخايل في السماء قنفان هو سيل جانا رافع العرب قال محسوب حسابنا عند العرب محسوب يعرفه بالملهي وبالهجة هجلان حسابنا عند العرب محسوب يعرفه بالملهي وبالهجلان هجلان هجلان دنيا ندمت يك على المطلوب قد عاكس الداود وسلمان الله الله حسابنا عند العرب محسوب يعرفه بالملهي وبالهجلان محسوبنا عند العرب محسوب يعرفه بالملهي وبالهجلان محسوب لا عند العرب محسوب يعرفها بالملهي وبن هجلان دانيال نادم وجهك المطلوب بالحق أسد ودا وسليمان محسوب لا عند العرب محسوب يعرفها بالملهي وبن هجلان والله الحي والله الحي والله الحي
زمن عنتر معاشي يبوب عدى زمن عنتر معاشي يبوب والعارشي اللي يفرح الزعلة زعلان زعلان دنيا نعم دنيا ندم العبوب هام العوب والعار حد يقلع من الرايح عدى زمن عنتر معاشي يبوب والعارشي اللي يفرح الزعلة دنيا ندم العبوب هام العوب والعار حد يقلع من الرايح حد يقلع على الرايح عدى زمن عنتر معاشي يبوب دنيا ندم علومها ملعوب والعاد حد يقرع من الريان لا تقلوب قال كل من يخد حي لا تقلوب كل من يخد حي كل من يخد حي بلا تقلوب في حسب ظني بيضوي خسران كل من يخد حي لا تقلوب في حسب ظني بيضوي خسران واللي يدق الساق والعرقوب حصل جماله من عظيم كل من يخد حي بلا تقلوب في حسب ظني بيضوي قال من يخد حي بلا تقلوب كريم بارك في وسط جلبوب يا كريم بارك في وسط جلبوب والرعد يرعد في وسط دمفان يا كريم بارك في وسط جلبوب والرعد يرعد في وسط دمفان شوفوا عمر هذا رجل مسبوب قل له صبح لا تتبع الشيخ يا كريم بارك في وسط دمفان يا كريم بارك في وسط جلبوب والرعد يرعد عالجي تركوب يا شيخ سالم عالجي تركوب وعالجي بيعود على العد الدال ايام ما نمشي بلا مرك كوب وكلامنا في المال والخطم غنمان 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 يا شيخ سالم عالجي بيعود على العد الدال ايام ما نمشي بلا مرك كوب وكلامنا في المال والخطم اليوم ما نمشي بلا مركوب وكلامنا في الملا والغلمان كلكم وقتوا قدام يجي الشهر هاتوا شعار ذولا ما سبت ملان خلى واحد يجرمن يا خير ليله يا ليت الرحمن يا خير ليله ليت الرحمن الرحمن والشعب باتفتك سيوله يا خير ليله ليت الرحمن والشعب باتفتك سيوله عند المشايخ نسل بن عفان
بن مساعد في نحن. نعم يا خليله ليله الرحمن والشعب بعد يا خير ليله ليله الرحمن والشعب بعد التسيله يا خير ليله ليله الرحمن والشعب بعد التسيله يا خير ليله ليله الرحمن والشعب بعد التسيله عند المشايخ نزل بن عفا وقول ما ساعد فينا حوله يا خير ليله ليله الرحمن والشعب ما تفتك سيوله وقول ما جايخ نجل بن عفا وقول ما ساعد فينا حوله يا خير ليله ليله الرحمن والشعب ما تفتك سيوله وقول ما جايخ نجل بن عفا يا خير ليله ليله الرحمن والشعب ما تفتك سيوله دقل منصوب وقال في داخل الغبه دقل منصوب يمشي بلا ديره ولا ربان في داخل الغبه دقل منصوب يمشي بلا ديره ولا ربان كل نوب ما يلقي عسل مصبوح خلوه يثر من عاك يده فايدا خال الغبة جب المصام يمشي على جره ولا ربان فايدا خال الغبة جب المصام يمشي على جره ولا ربان فايدا خال الغبة جب المصام يمشي على جره ولا ربان كان الغبة ما يلقي عسل مصبان ما معك يا سيد المحبوب هات ما معك يا سيد المحبوب حمل وعلع قوي العظم امان هات ما معك يا سيد المحبوب حمل وعلع قوي العظم امان عام قوي العظم ولشانكم باجي على المطل مطلوب مطلوب باد اسم لك بالجود والاحسان احسان عظم معك يا سيد المحبوب حمل وعلع قوي العظم حجوب الاحسان كانكم باجي على المطلوب مطلوب بعد اسم لك بالجود والاحسان كانكم باجي على المطلوب بعد اسم لك بالجود والاحسان حجوب معك يا سيد المحبوب حمل وعلع قوي العظم كن باجي على المجود قدس ملك بالجود والاحسان شوفني معي ذي هو يطب الصوت شوفني معي ذي هو يطب الصوت لا تستهن مني عسل جردان شوفني معي ذي هو يطب الصوت لا تستهن مني عسل جردان واليوم جيت ساعة الماجور قولوا نسل الشيخ بعد احنا شوفني معي ذي هو يطب الصوت لا تستهن مني عسل جردان جابنا ما عيني هو يطب الصوت لا تستهن مني عسل جردان جابنا ما عيني شوفني ما عيني هيا طب الصوم لا تستهل مني عسى الجردان واليوم ما جيت ساعة المجام ولولا نزل الشخم الدحمان ما عيني هيا طب الصوم لا تستهل مني عسى الجردان
واجب عليه يرحب وانا مندوب واجب عليه يرحب وانا مندوب نعم ليهم على يسراي والليلان والجبر والمعروف ليه مشروب نعم نعم وسط الحشا داخل مع الوجدان نعم نعم واجب عليه يرحب وانا مندوب وانا مندوب ليهم على يسراي ليهم على يسراي واجب عليه يرحب وانا مندوب ليهم على يسراي واجب عليه يرحب وانا مندوب ليهم على يسراي والليمان واجب عليه يرحب وانا مندوب وصف الحشد والمع الوجدان واجب عليه يرحب وانا مندوب والجبر والمعروف هذا مشروب وصل العقد هل معه واجرحك خصمك ذا خرج فصل لا صوبك واجرحك خصمك ذا خرج فصل لا صوبك واجرحك خصمك بايثور ابنك واخوتك وعيال عمك بايكسرون لك في طين ساعه عظامه مشكله لا ابنك بندقه اللي شد ضعف عظمك عظمك يعبر العمر وانت فيه غارق بهمك يلا اطلبك من شر العيال السلامة 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 ان شكيت العرب قالوا اصبر ودع ربك وان طلبت النقاء مسخيت لحمك ودمك وانت مرفوع بالهيبة وهامتك هامة الله الاول يا ابو عمر عاد شي هنا خرج فصل قسمها بالنبي عند ما قرا كل جاري جاري الف صلوا على من ضللتها الغمامه غمامه المحبين من منكم بكل حال داري داري غار دنيا ندم فيها نعم بالسلام سلام يا مفرج على موسى.